نهار ابيض، انا نسيت اسلق. ما كانش لها لازمه القعده هنا يعني. وبعدين ايه اللي مخلينا البسه ده؟ والله العظيم قمر ابن الكلب، بس لو يتخن شويه. مين ده؟ ما قلتش. ايه رايك في لون الطيف دي؟ عجبك؟ عجباني قوي. هو انت ما جبتيش فسيخ ليه؟ كده الفسيخ ب 100 جنيه يا اخويا، هاتوا انا جاي. لا يا اختي مش عايزين فسيخ، هناكل رنجه. هتفضل طول عمرك جربان. لا يا اختي مش جربان ولا حاجه، بس المثل بيقول لك على قد لحافك مد رجليك. ولو ما عنديش لحاف ما تناميش. ايه بالته بالته؟ سديت نفسي. الله يسد نفسك. ايه المخرج لسه ما عدنش؟ من حلاوته نسيت خلاص. ايه يا بنت، اللون لسه ما نشفش. اما قشرها ايه ده؟ انت ما سلقتيش البيض؟ انا نسيت اسلق، بعدين انا لونته، لو سلقته اللون هيروح، فقلت ناكله كده وخلاص. كل زي بعض. لو مش عاجبك اللون خد الازرق جميل. طب اقول لك، اطلع هات لنا شويه تتعب قبل المغرب يعدي. قومي هات، الشجرة صغيرة أصلا. لا اطلع انت فوق هز عشان تنزل الكبير. اسكت يا صاحب الشجرة يجي. عيب لما تكون قاعد معايا وتقول الكلمة دي. أقنعتيني. هز يا أخويا، انت بتاكل؟ باكل فين يا أختي، ده أنا صايم. ماشي يا أخويا. يا نهار ابيض، صاحب الشجره جه. يا هنادي انت يا بنت، خد شويه التوت دول. ينزل يروح امك. انت مين وفين هنادي؟ ينزل يلا. يا هنادي يا هنادي، حاضر والله هنزل. ينزل يلا، والله حاضر اهي. طب ارمي الطوبه، ارمي الطوبه، والله العظيم هنزل. ارمي الطوبه اهو، مش ناقع اهو اهو اهو. اخلص يلا. اخلص. اخلص. انزل يلا. اخلص. خلاص خلاص.